الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في الإمام الرضا سلام الله عليه في عصره يقول في بغداد كثير من الروايات المنسوبة، يعني الشيعية للروايات السنية، الروايات المنسوبة إلى الإمام الصادق موضوعة. فالتفت احفظ. إذن أفتى الإمام الرضا، مو أفتى يعني الفتوى عند فقهائنا، لا، في كلماتهم الفتوى موجودة، ما عندنا مشكلة. أفتى الإمام الرضا في الكتب المنتشرة بين شيعة الأئمة في العراق أن كثيرا منها موضوعة على لسان الإمام الصادق. أيها المنصفون، ملاحظة في الحاشية، أيها المنصفون، يا أهل الدين، يا أهل العلم، يا أهل التقوى، ماذا قلت أنا في قناة الكوثر غير أني قلت أن كثيرا من موروثنا الروائي مولانا موضوع وإسرائيلي لا يمكن الاعتماد عليه؟ هذا النص الإمام سلام الله. هسه قد يقول لنا قائلون العلماء بعد ذلك هذبوها، لا عزيزي، بل أضافوا إليها من الموضوعات وفاتت عليهم من غير أن يلتفتوا. أنا لا أدعي أنهم كانوا قاصدين، كانوا متعمدين، وخصوصا في بحار الأنوار. إذا أنا كنت أقول في المصادر المعتبرة كثير من رواياتنا موضوعة، ففي بحار الأنوار أكثره موضوع، أكثره مو كثير منه. هذا نص الإمام الرضا سلام الله عليه.